الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انخفض سعر خام نفط البصرة الثقيل أكثر من 3% مسجلا نحو 105 دولارات للبرميل، وانخفض خام البصرة المصدر لآسيا بنسبة 3 دولارات و42 سنتا ليصل إلى 105 دولارات و39 سنتا للبرميل الواحد، فيما تذبذبت أسعار خامات منظمة أوبك ما بين صعود بعضها وهبوط قسم آخر، فيما انخفضت أسعار النفط العالمية اليوم بعد رفض بعض الدول الأوروبية اقتراحا أمريكيا بفرض حظر على النفط والغاز الروسي الذي يغذي 40% من حاجة أوروبا للطاقة. حذرت ممثلية حقول الدواجن في محافظة البصرة من تعرض أصحاب حقول الدواجن في المحافظة لخسارة تقدر ب 300 مليار دينار بسبب قرارات وزارة الزراعة الأخيرة. وقالت الممثلية إن أصحاب تلك الحقول يواجهون خطر الإغلاق بعد وقوعهم في خدعة وزارة الزراعة، حيث وصل أصحاب الحقول إلى مرحلة الاكتفاء خلال الفترة الماضية وباشروا بمفاتحة عدة دول لغرض تصدير الفائض من الإنتاج، إلا أن الدول المجاورة للعراق رفضت استقبال المنتج العراقي مفضلة دعم المنتج المحلي لديها. أعلنت الحكومة المصرية بدء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد قد يتضمن تمويلا إضافيا لمساندة خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل. وقالت الحكومة في بيان إن ضوء التطورات الراهنة تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، وأضافت أن الاقتصاد العالمي خاصة الاقتصادات الناشئة يتعرض لصدمات خارجية متزامنة تتمثل في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق. ولفت البيان إلى أن التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، وتأتي 60% من مواردها من روسيا وأوكرانيا، وتواجه حاليا موجات ارتفاع في الأسعار. ارتفع فائض ميزان التجارة السعودية الخارجية النفطية وغير النفطية بنسبة 132% على أساس سنوي خلال شهر كانون الثاني الماضي. وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فقد بلغ فائض الميزان التجاري للبلاد 14 مليار دولار، فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 49% لتبلغ 28 مليار دولار، كذلك ارتفعت الواردات إلى 13 مليار دولار. والآن انتقالا لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن. ختام الموجز بأمان الله.